والآن جولة على المشهد السياسي مع الزميلة ريف عقيل. مساء الخير ريف. مساء الخير لارا. ريف، بالعادة متابع معك الملفات القضائية، ولكن اليوم المشهد سياسي قضائي. صحيح يعني لارا، اليوم واقع الحال أنه السياسة أصبحت تحكم القضاء. القضاء يتخبط بانتظار التسويات السياسية والطائفية، بس الأكيد أنه اثنين حاليا رايحين فينا على المهور. خلينا نروح معك على المهور. صحيح. مساء الخير. لم يعد المشهد السياسي مفصولا عن المشهد القضائي المشطور بدوره إلى محورين اثنين، لكن التبعات على أي من المحاور الرئاسية والقضائية ليست في كفة الترجيح أو الحسم. التطور الوحيد أن قاضي التحقيق في جريمة المرفأ طارق البطار حضر الأربعاء إلى قصر العدل مدة 3 ساعات، وهو أراد من خلال هذه الزيارة تثبيت أقدامه في العدلية بعد الشائعات عن فرزها إلى عدليتين وانتقاله إلى مكتب في المتن. وردا على سؤال عن رأي المدعي العام القاضي غسان عويدات في هذه الزيارة، علقت مصادر النائب العام التمييزي بالقول: ليس ممنوعا من دخول قصور العدل. أما ما تردد عن لقاء بين البطار ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود فهذا الاجتماع لم يحصل، وعليه فإن الإيقاع العدلي متردد ومترقب ويسير ببطء شديد في انتظار مقترح قد يقدمه وزير العدل هاري خوري. أما الإيقاعات السياسية فهي ليست أكثر سرعة، لكنها تشهد على مناقلات سياسية واجتماعات روحية، أهمها مجلس المطارنة الموارنة والقمة الروحية في بكركي والتي ضمت جميع المكونات المسيحية. وقد أضاء الأباء في بيانهم الشهري على جريمتين المرفأ والرئاسة، وتوقفوا بذهول وأسف شديدين أمام الصراع المحتدم في السلك القضائي والذي يهدد بتعطيل سير العدالة، لا سيما فيما يتعلق بكشف حقيقة تفجير مرفأ بيروت. يجدد الآباء إلحاحهم على المجلس النيابي أن يسرع في المبادرة إلى عقد الجلسة الانتخابية التي نص على آليتها وشروطها الدستور لاختيار رئيس جديد للدولة، ولا سيما أن الأوضاع العامة باتت على شفير الانهيار الكارثي الكامل الذي قد لا تستطيع أي قوة مواجهته. هذا الانهيار المتفاقم يتحمل مسؤوليته النواب، نواب الأمة، بإحجامهم عن انتخاب الرئيس تقيدا بالدستور. ثانيا، تابع الآباء بذهول وأسف شديدين الصراع المحتدم في السلك القضائي والذي يهدد بتعطيل سير العدالة، ولا سيما فيما يتعلق بكشف حقيقة تفجير مرفأ بيروت، وهم يستصرخون ضمائر المعنيين مع الآلاف من ذوي الضحايا ومن المنكوبين بنفوسهم وأجسادهم وأرزاقهم من أجل تحييد هذه القضية عن التجاذبات السياسية، ويطالبون بمتابعة التحقيق حتى صدور القرار الظني وفي أسرع وقت ممكن. ودخلت الرابعة على الحراك الرئاسي مع زيارة مرتقبة يوم الخميس لوفد من كتلة الوفاء للمقاومة يتقدمهم النائب محمد رعد للقاء الرئيس السابق ميشيل عون. وتأتي هذه الزيارة بعد قطيعة مع عون استمرت منذ ما قبل خروجه من قصر بعبدة، وتهدف بحسب المعلومات إلى ترطيب الأجواء بعد وتوترها على خلفية الملفين الرئاسي والحكومي، لا سيما وسط انسداد الأفق الرئاسي في انتظار انضاج سلة الداخلية والغطاء الأقليمي الدولي. لقاء طرفي مرمخاي العالي التمثيل يتخطى للمرة الأولى جبران باسيل في محاولة تنظيم الخلاف والاختلاف بين التيار وحزب الله. وقال رعد: لا نريد رئيسا يشرع للمقاومة ولا يمولها، بل نريد رئيسا على الأقل لا يطعنها في ظهرها وألا يعطي إنجازاتها لأعدائها. هذا هو ما نريده. المقاومة قدر لما نتمسك إلى هذا الحد بالمقاومة وبخيارها نفهم ليش عم نبحث عن رئيس لا يطعن المقاومة في ظهرها. ما بدنا رئيس يعمل تشريعات للمقاومة، ما بدنا رئيس يمول المقاومة، ما بدنا رئيس يخدم، بدنا رئيس على الأقل ألا يطعن المقاومة في ظهرها وألا يهدي إنجازات المقاومة لأعدائها. هذا اللي بدنا إياه.
لماذا تبخلون علينا بهذا الرئيس وهو الرئيس الذي يحفظكم أيضا؟ لأن الرئيس اللي ما بيطعن بيكون عنده شرف، واللي عنده شرف بيحمي كل المواطنين المسؤول عنهم. في المقابل، وكلما برز اسم قائد الجيش في دائرة التداول انعكس الأمر هجوما يقوده رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، وسط رفض عدد من نواب التكتل طريقة تعاطي باسيل واستعداد بعض النواب للتصويت لقائد الجيش، فيما تشير المعلومات إلى أن عددهم يقارب 10 نواب. في المقابل، شن نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب هجوما على العماد عون من دون أن يسميه، فقال في حديث إلى الشرق إن بعض المسؤولين في الجيش اللبناني يتصرفون بأسلوب ميليشيوي. ورفض باسيل لقائد الجيش يوازيه عدم اقتناع رئيس مجلس النواب نبيه بري به أيضا، فالأخير لا يزال متمسكا بفرنجي كمرشح وحيد، فيما أشارت مصادر اللقاء الديمقراطي أن علاقة جنبلاط بسليمان فرنجي جيدة جدا وتاريخية، لكن هذا لن يجعل جنبلاط يوافق على انتخاب فرنجي ب 65 صوتا من دون أصوات التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية والكتائب. أما ما يحكى عن استدارة زعيم التقدمي في مبادرته هذه باتجاه فرنجية، فتدعو المصادر إلى التريث في هذه المقاربة، لأن الأهم هو انتخاب رئيس يحظى بدعم عربي وخليجي، وهذا ما ليس متوافرا لفرنجية بعد. وفي المعلومات أيضا أنه في الساعات المقبلة سيجتمع النائب تيمور جنبلاط بالنائب ميشيل معوض وعدد من نواب الشمال، وهو اجتماع لاستكمال مبادرة اللقاء الديمقراطي الرئاسية. وفي مخصة دعوة باسيل للمسيحيين إلى الاتفاق على مرشح ثالث، رأى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن هذه الدعوة تنطوي على غش، فحتى الآن يضع باسيل في ذهنه أن يكون هو المرشح الجاد، وإذا وجد بعد شهر أو شهرين أو ثلاثة أنه غير قادر على أن يكون مرشحا جادا، فهو يريد رئيسا عن يده، وبالتالي دعوة باسيل المسيحيين إلى الاتفاق كاذبة. كل هذه الآراء لن تنتج رئيسا، والأولوية حاليا لاجتماع مجلس الوزراء الثالث في السرايا، وهو ما كان فحوى اجتماع بين الرئيس نجيب ميقاتي ووزير الاقتصاد أمين سلام، الذي كشف عن موعد جديد لعقد جلسة لمجلس الوزراء بداية الأسبوع المقبل، فيما تذهب بنودها أبعد من التربية لتبحث ملف القبح. نحن كان لقائنا مع دولة الرئيس بيتمحور على موضوعين كتير أساسية اليوم. أولا موضوع الدولار وموضوع السلع الغذائية والمؤشر الغذائي اللي نحن أعلننا عنه يعني الأسبوع الماضي. نحن أطلعنا دولة الرئيس أنه هلأ جاري العمل وضع اللمسات الأخيرة على الآلية اللي بدها تتبع من ناحية كيف السوبر ماركت بده يسعر، كيف بده يعلن بوضوح سعر صرف الدولار اللي عم يشتغل عليه يوميا. بلغني دولة الرئيس انه بجلسة مجلس الوزراء اللي بدها تكون ان شاء الله مطلع الاسبوع المقبل، هذا البند رح يكون بند اساسي ولا محالة من ان يوافق عليه. في الأثناء يتعثر التوافق وإمكانية أن تتقاطع التسويات الداخلية مع حل يواكب اجتماع باريس المرتقب بعد أيام، فالتواريخ والاستحقاقات المقبلة والمرتبطة بالملف المالي وحكمية المصرف المركزي وغيرها من التعيينات باتت على صفيح ملتهب. لارا، شكرا لك ريف على هذا المشهد اللي قدمتي. شكرا.